أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن الثقة في حرص كل الأطراف على الممارسة الديمقراطية الراقية بغض النظر عن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري التي يجب أن يتقبلها الجميع. بالنسبة لجلسة الغد، جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في الأخ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الجلسة ستعقد الساعة 12:30 وإن شاء الله يكمل النصاب، لأن يعني بعد صلاة الظهر بوقت كافي. ووفق اللائحة سيتحدث اثنان من مؤيدي الطلب واثنان من معارضي الطلب، وبعد ذلك يتم التصويت على الطلب نفسه. ما أتمناه في جلسة الغد بأن تكون كالعادة يعني ممارسة ديمقراطية راقية يعبر فيها كل نائب عن رأيه من خلال تصويته في هذه الجلسة.